السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما العاده كنا بنجيبكم موضوع زرتوني في الطبيعه. اليوم نهار مزيون، كاين البرد ولكن الشميشه كاينه نتوما كتشوفوا، والسحاب. المهم جو معتدل وخا عندنا البرد دائما. المهم اخوتي ان شاء الله عاملكم هذا الموضوع، هذا بغيتكم تستافدوا منه. بزاف ديال الناس متبعين هذه القناه الحمد لله، وعارفين بلي انا كنجيب لكم محتوى ديالي. ومهم هذا الفيديو بغيتكم تتبعوه من الاول للاخر، فيه استفاده خصوصا المهاجرين. المهم اخوتي باش ما نطولوش بزاف، الموضوع كيتعلق بالمهاجرين الغير شرعيين اللي كيدخلوا اسبانيا جدادين، اللي كيدخلوا على بينينسولا واللي كيدخلوا على كاناريس، اللي كيدخلوا مثلا على كارتاخينا جهه مرسيا، اللي كيدخلوا على الميريا، اللي كيدخلوا على كاديس، على مالاغا. المهم اللي كيدخلوا على جنوب اسبانيا واللي كيدخلوا كاناريس. سبق لي هضرت ليكم اخوتي في هذا الموضوع، قلت لكم باللي حاليا بداو كيرحلوا الناس، يعني اكثر عندهم البشر وبداو كيصيفطوا. انا كنهضر على الناس الكناريس، جزر الكناري. مؤخرا كما شفتوا وقع واحد الاكتداد، واحد النسبه كبيره ديال المهاجرين وصلوا، يعني كانت 17000 وطالعه. يعني تصور في الاول كانوا كيتعاملوا معاهم، يعني المهاجرين فاش كانوا كيجيو اللي عنده شي فاميليا ديالو كان كيجي من موراه، اللي كيدوزوا ديك الحجر الصحي ديالهم، من بعد كي اللي عنده باسبورات وداك الشيء كيشدوا الطياره وكيجيو لا بينينسولا. يعني كاين اللي كان كيجي من مالاغا، كاين اللي كان كيجي من فالنسيا، كاين اللي كيجي من برشلونه اكسيتيرا. المهم كانوا في الاول الناس يعني كيف كيوصلوا، كانوا كي الجمعيات كيعاونوهم، يعني كانوا كنشدوا الصليب الاحمر يعني كروز الروخه، وكانوا الناس يعني كيعملوا ديك الحجر الصحي كيخليهم في الكامب، كاين اللي كيديهم فنادق يعني الفنادق الفخيمه، وكاين اللي كانوا كيديهم مثلا بحال الملجا كيعدلوا لهم الخيمات. وهذه يعني كان واحد كان شي حاجه ديال التعامل كانوا كيتعاملوا معاهم. ولكن ملي كثرت الهجره، ملي كثر العدد ديال المهاجرين، حنقول لك صافي ما بقاش كيتعاملوا، ولا بنادم كيتكرفص، خصوصا بعد الفئه عملوا شي مشاكل تما. يعني كاين اللي عمل فوضى، كاين يعني كما كتقولوا كيمشي واحد كيدي معاه 15 و30. المهم اخوتي مؤخرا كثر البشر، وفاش كثر البشر بداو كيرحلوا، يعني بداو كيرحلوا. ما عادش ما خصوش يتقلوا، كاين هذه هي الحقيقه، هذا هو الواقع. انا علاش غنقول لكم هذا الكلام هذا؟ علاش غنكذب؟ بداو كيرحلوا. الواحد كيجي من اسبانيا كيجي كيبيع رزقه في البلاد، اللي كيسلف الفلوس عائلته تسلف له، الوالدين ديالو بيعوا رزقهم، ويجي يضرب لك 3 ايام 5 ايام حتى سيمانه في البحر تكرفس، ويجي هنا في الاخر يشدوك ويصيفطوك للبلاد. علاش اخوتي؟ يعني انا ما ننصحش الواحد يغامر بحياته ويغامر براسو باش يجي لهاد الارض هادي بهاد الطريقه هادي. خوتي بالاخر بخلاصه القول، اللي غايجي اسبانيا في هاد المده في هاد المرحله هادي احسن ما يجيش. علاش؟ دابا البشر كيجي بزاف، فاش كانوا كيدخل البشر بزاف راه هادو ما راهم يعني علاو يدهم، يعني ما بقاش عندهم جهد، على حسب ما بقاتش على الحدود مشدوده. راه كاين شي حوايج حنا ما عارفينهاش، راه كاين شي اتفاقيات بين دول حنا ما كما كيقولوا في الخفاء. نتوما شفتوا كانت عندهم واحد اللقاء غيهود الوفد الاسباني للمغرب، الحكومه الاسبانيه مع الحكومه المغربيه، على اساس انهم غيعدلوا اتفاقيات. وهذا الشيء معروف، كانت اتفاقيه على هذا الشيء ديال الهجره الغير شرعيه، على هذا الشيء ديال المافيا ديال البحر، وزيدوا زيدوا زيد، يعني بزاف ديال الحاجات. وطبعا مادام اجلوها على شي حاجه عقل لك سبب انها كورونا، وهي الاشتراط اللي اتفقوا عليه اتفقوا عليه، غير داكشي ما كيتقالش، كيقولوا غير اللي بغاو هما. المهم اخوتي دابا كيصيفطوا بنادم، شحال من واحد في الاول جاب الباسبور ديالو بقى جني هنا، شحال من واحد عائلته هزوها جاوا من موراه. كاين اللي المهم بزاف ديال الناس دخلوا البينينسولا، ولكن مؤخرا بزاف ديال الناس عاود ثاني جاو، تصور ركبوا في المطارات ديال كاناريس وجاو من اسبانيا. وملي كتنزل من ديك الطياره كتلقى البوليس الناسيونال كيستناوك في الباب، يعني داكشي غير بالتليفون مع بعضيتهم. فاش كيصيفطوا المهاجرين غير كتوصل كتلقى الناسيونال كيستناهم، يعني هما عارفين باللي غايجي واحد العدد من المهاجرين، غيشدوهم غيديهم واحد السيمانه 15 يوم غيتم الترحيل ديالهم. هذا هو البلان. المهم اخوتي في الاول ما كتش هاد الطريقه هادي، شحال من واحد جا في الاول سهل عليه الله نزل في المطار عادي،
وكانوا كيوقفوهم كيجبروهم مثلا بالباسابورات وهذه كيخليوهم، كاين اللي جبروه بالباسابور مزور وداوه، كاين بزاف ديال الحالات وداك الشيء غير زهر للواحد. ولكن دابا مؤخرا ما كاين لا زهر ني والو، الاغلبيه ديال الناس اللي كيوصلوا لكاناريوس وكي كيبقاو حاصلين حتى الطيارات ما كيخليهمش يطلعوا، ودابا حتى الناس ديال كاناريوس كيغوتوا على حساب نتوما عارفين حوته واحده خا نزاد تشواري، كاين اللي عمل فوضى يعني كدي انت كتعمل فوضى يعني يعني بحال نقول لك كدي على البقيه واحد النظره خايبه. وهذاك اللي ماجي يمه باع ذهب ولا باع رزقه البقر ديالها ولا ما المهم اي حاجه باعتها وعطاتها بلا ماشي يجيني باش يسوي راسو مكرفص، يجي واحد يخسر على كل شيء. يعني اخوتي هذا الشيء كامل اللي وقع جاري بالعمل. المهم الانسان ما ينصحوش انه يجي اسبانيا دابا في هذا الوقت هذا، خصوصا جزر الكناري اخوتي دابا كيصيفطوا، وحتى الجزائريين كانوا كيديوهم، الجزائريين كانوا كيديوهم للجمعيات هنايا في اسبانيا ملي كيكونوا كيدخلوا أليكانتي ولا كيدخلوا من مورسيا، هادوك فاش كانوا كيدخلوا كتشدهم اكسيون كتشدهم كروز روخا كيشدهم اكوخيداس، فاش كانوا كيشدوهم كيبقى في الجمعيات. ولكن دابا راه الحكومه الاسبانيه طالبه شي تكري شي ثلاثه الباطوات باش يصيفطوا واحد العدد من الجزائريين. دابا يعني الانسان هاد المده هذه في هاد المرحله هذه ينسى الهجره، ينسى انه يقطع في البحر، ما يغامرش براسو. علاش؟ حيت دابا كاين واحد الاكتظاظ، في الاول كانت الدنيا مخوفه، اما دابا هجموا تقريبا 20,000 مهاجر راه ولا كثار، وصلت ما عرفتش العدد بالضبط، ولكن فاش كنت انا كنحسب جبرت 17,000، يعني دابا وصلا شي 20,000. يعني الواحد في هاد الساعه هذه من احسن ما يجيش، هذا هو النصيحه اللي غدوم من عندي على حسب انت والزهر ديالك. يعني عندك واحد النسبه 80% غيصيفطوك، علاش؟ غتجيني هنا غدوز الحجر الصحي غيقابلوك وكذا وكذا، في الاخر غتجين اما غتبقى في كناريوس محبوس، هانت محبوس يتم الترحيل ديالك، يا اما غتجيني هنايا وغيتم الترحيل ديالك عن طريق المطار. فاش تجي المطار غيشدوك في المطار غيديوك الاكسترانخيريه، غتجلس في الاكسترانخيريه واحد المده حتى تيوجدوا البياخي وغيصيفطوهم. يعني كيصيفطوهم باش كيصيفطوا مثلا واحد بوحده، لا كيجمعوا واحد 20 30 40 50، يعني كيستاجروا طائره ويصيفطوك للمغرب ما يخسروا والو. بهذه كاين اتفاقيات في الاسرار، يعني المغرب عامل اتفاقيه هذا الشيء راه جاري بالعمل، ما خما ما كيعلنوش بها في الاخبار، ولكن مادام اجلوا الاجتماع حتى 17 فبراير، يعني على اساس عقل لك راه كاين الكوفيد، كاين الكوفيد راه دابا حنا داخلين في العام الثاني، 2019 راه مشات، 2020 مشات، دابا داخلين في 2021، ولكن باش اجلوا هذه الجلسه هذه راه تمك اسرار ما كيعرفها حتى شي واحد، حيت في وسائل الاعلام مثلا في الاخبار ما كيقولوش الحقيقه، كيقولوا غير اللي بغاو هما، حيت الاعلام في التلفازه راه كيخدم صالح الدوله، يعني شكون كيمولهم غير الدوله، يعني في مصالح الدوله. دابا المهم الواحد ما يغامرش في حياته، ما يبقاش يماجيني هنايا يضرب سيمانه في البحر يتكرفص ويجيني هنا يبقى يضرب سباكيتي وديك الصوالح هذوك. يعني الواحد احسن اخوتي نصحوا انه دابا يصبر، شحال الدراري صيفطوهم دابا وكيقول لك باقي نعمل محاوله، يعني الواحد الا كان غيعمل محاوله دابا ما يعملش محاوله، الله يسهل على اي واحد. شني الانسان اخوتي الصبر هو كل شيء، يعني لكن الصبر اي حاجه تقدر تلحق له. ما تغمروش براسكم اخوتي، راه كيصيفطوا الواحد قوار عليهم البشر بزاف، قوار عليهم لدرجه انهم دابا كيبغيو كيباتوا في الزنقه، الدراري كاين الدراري كيبات في الزنقه في كناريوس كيباتوا في الزنقه مسيبين، وكاين اللي كيبات في المطار سيمانه ماشي يطلع والو ما كيخطعوا لهمش البي، وكاين اللي ما عندوش جواز سفر، وجواز السفر ما عندكش شي طريقه باش يوصل لك انت في المغرب، وغتجيب لهم فوتوكوبيه ما خداماش. وما هادشي اللي بغيت نوصلكم اخوتي، الواحد يعمل الاحتياطات ديالو، حتى اللي هنايا كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، ما نجيبو لكم شي طول اختار من هيدا، كنتمنى تفهموني. المهم حذاري ثم حذاري، الناس اللي عايشه هنايا في اسبانيا ومستمره هذه مده، يعني ما كاينش هذاك ما عنده حتى شي مشكل، اللي عندهم شي مشاكل قدامين مثلا حسن السيره ديالهم مسخه عنده، يعني كيعمل فوضى كيعمل مشاكل، هذوك حتى هما المغرب ما فيهاش تخرشيش. الواحد اللي خدام على راسو ولا يعني هاني ما كيعمل حتى حاجه، هذاك ما يخافش على راسو، سواء جايب عام سواء جايب 6 شهور سواء المهم راه مستقر هنايا ما يخافش على راسو. المهم الناس اللي كتجي دابا هي تعمل الاحتياطات ناقصه، واللي عندهم مشاكل هادشي اللي بغيت نوصلكم اخوتي، حتى انا غيتسالى الفيديو كنتمنى
تستافدوا من هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الناس اللي بغاو. تهلاو فراسكم الاخوان ونتلاقاو في شي فيديو ما احسن من هذا، والسلام عليكم.